أعطيها هالمية وخلينا نمشي. إيه حاضر فوراً. تعال. ما معي مصاري غير هالمية. ليلي معك فراطة؟ ها؟ يلا خدي 20 وخلي لي 80. يلا رح أخذ المية كلها. لحظة تعالي لك، تعالي لهون لحالي اللي أعطيتك إلا ما أشوفك مرة تانية. ما خلصت؟ مبلا أختي. يلا طيب أنت شو هذا يلي عم تساوي؟ ما عاد تبطل عادة البخل؟ لا تعيدها مرة تانية. أختي مو مشان المصاري، بتعرفيني كريم، بس صدقيني هدول الناس كلياتهم محتالين. لك خلصنا. تفضل. ايه يلا بأمرك. المدعي العام بقضية الممنوعات أشيش تيواري وابني عمه سارانش تيواري تعرضا لحادث اليوم. تزوج سارانش قبل يوم واحد وأصيبت زوجته ميتري في الحادث أيضا، كما أصيبت نانديني زوجة أشيش تيواري في الحادث، والأربعة يصارعون الموت في مشفى سيتي. نانديني، سونا صار وضعها كتير خطير، المسكينة من الصدمة فقدت الوعي. الدكاترة قالوا إنه هي رح تستعيد وعيها. فكرت رح تصحى بعد ما نعوض لها نقص الدم، بس ما صار هيك ولساتها بالغيبوبة. دكتور انت عندك فكرة هي امتى رح تستعيد وعيها؟ انا عم ساوي كل جهدي. دكتور شو رح يصير وامتى ممكن انه تصحى نانديني؟ بحالات الغيبوبة ما فيني اقول لك اي شيء، كم يوم او اسابيع او شهور وممكن تضل سنين. أم الطفل بغيبوبة وهذا الولد حديث الولادة، لهيك لازم نحط الصغير بالحاضنة كم يوم. لو سمحتي خدي الطفل. كيف بدي أقول لميتري إنه سارانش مات؟